بيهم. ثلاث رسائل كل رسالة في كلمة. حمدي جمعة اخويا وصديقي وحبيب عمري. محمود الخطيب احسن لعيب احسن مهاجم في تاريخ الكرة المصرية. النادي الاهلي البيت الكبير اللي تربينا فيه، ويعني ربنا ثم النادي الاهلي اللي احنا عليه يا كابتن شوبير، بيتنا واهالينا ومستقبلنا، حتى شغلنا واحنا خارج النادي الاهلي بيرجع لفضل النادي الاهلي علينا. حتى وانتوا خارج النادي الاهلي واحنا خارج النادي، اي نعم احنا خارج الجنه. نعم انا طول عمري اسمي النادي الاهلي الجنه في الارض. كل حاجه حلوه ممكن تشوفها. حد من ابناء النادي الاهلي بيهاجم النادي الاهلي؟ طبعا يا كابتن طبعا طبعا. صعب جدا ان يهاجم النادي الاهلي، وطبعا الواحد بي 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 يعني بيزعل، لان ده البيت اللي احنا اتربينا فيه. الحمد لله ربنا. ايا كان اللي بيحصل، ايا كان التاريخ يا كابتن شبير اللي احنا عايشين عليه، الذكرى الجميله اللي احنا عايشين عليها من خير النادي الاهلي علينا. زي ما بقول لك، انا بره النادي الاهلي بحس ان انا يعني في النار بتلسع. جوه النادي الاهلي في الجنه، كل حاجه مجابه في الانتاج بشكل كبير. لكن طبعا الانتاج مؤسسه كبيره جدا، مؤسسه محترمه. يعني بشكر طبعا مجلس اداره نادي الانتاج الحربي بقياده رئيس النادي جنه صغيره اللي هو اشرف. جنه صغيره وقادمه يا كابتن شبير على مراحل الناشئين والفريق الاول ان شاء الله. كابتن ماهر نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن، بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك مره ثانيه. ربنا يبارك لك كابتن، شكرا جزيلا. وطبعا